السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معاكم محمد الحميد. شرحنا اليوم راح يكون على برنامج أدوب فوتوشوب 2017. راح نسوي مثل الإطار هذا أو البرواز هذا في 5 صور بالشكل هذا مثل ما احنا شايفينه. طبعا إذا سوينا البرواز هذا كنا نحفظه في ملف BSD عشان نرجع له مستقبلا ونحط فيه صور مثلا غير الصور هذه، ممكن نغيرها إذا كان ملف BSD. إذا سوينا جيبك بس ما راح نقدر نحفظ عليه، لكن BSD ممكن نغير صور مثل ما نبي. احنا نغير هذا مثلا الصورة هذه نغيرهم على راحتنا. والحجم راح يكون هذا الA4 متوفرة تقريبا بكل الطابعات، يعني ممكن انك تحط صورك الحلوة مالت السفر او اي صورة تبيها انت بالشكل هذا وتطبعها على طول. راح نشوف شلون نسوي البرواز هذا او الشكل هذا في البرنامج الأدوب فوتوشوب 2017. اول شيء نفتح عمل جديد، راح نختار برنت، راح نخليه A4، ما راح نختار افقي، نختار ما اختار عمودي، اختار افقي. هذا حجم الـ A4، هذه ريزولوشن 300، نقول له كرييت. هذا عندنا الصفحة الرئيسية للبرنامج، نضغط على الفيو، لازم نبين الرولر المسطرة، لازم نخليها مبينة عشان نشوف الأبعاد. الحين ايش راح نضغط على شنو؟ راح نضغط على نيو جايد لاي اوت، راح نخلي الاعدادات مثل ما احنا نشوفها هني. طبعا راح نخلي انا الحواف هذه هني شويه زايده البيضه، نفس المقاس بالضبط. هذا راح نخليه هني 2 كذا كذا كذي نفس ما نشوف احنا. هذا نقول له اوكي. بعد ما خلصنا ننشئ لاير جديد، نروح على القائمه هذه، نختار مربع سلكت. طبعا راح نكون على اللاير الجديد، نضغط هنا نسوي مربع، زر الماوس الايمن ونقول له فل، نختار لنا اي لون هني مثلا، نخلي هذا اللون، نقول له اوكي. اخترنا اللون هذا، نختار لاير ثاني، نسوي سلكت على الجهه الثانيه المربع الثاني، نقول له فل، نختار اللون بعد هني شوي مغاير عن الاول، هذا رقم 2. نختار لاير ثالث، نسوي هنا مربع داخل فل، هني نختار له لون ثاني بعد، نقول له اوكي. نختار بعد لاير، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الأولى أنشأنا 3-4 لايرات متلاصقة جنب بعض. لاير جديد بعد، ونختار من السلكشن هني علامة الدائرة، وهني نخلي مو نورمال، لا فكست ريتيو هذه، ونسوي دائرة راح تكون بالشكل هذا الحجم. راح نشيلها نخليها بالنص كذي، حاليا صارت بالنص مثل ما اشوف بالنص مثلا، هني اعطانا علامات الحمراء، شوف معناتها بالسنتر، نقول له اوكي. نسوي لها فل، نعطيها لون عشان تكون مميزة، هذه بهذا الشكل. الحين راح نحط حق الحدود هذه، نسويها بالأبيض. نختار أول شيء نفتح لاير بعد، فتحنا لاير، نختار سنجل هذا، طق طقة صغيرة هني، نضغط على الأمر هذا سروكي،
ونحط خط 20 سنتر حجم العرض 20 اللون ابيض راح يكون بالسنتر. راح نشوف شلون يبين معنا الحين هنا. هذا الخط مثل ما شفناه بين معنا. نختار مره ثانيه العمودي طقه صغيره نختار نفس الشيء 20 شيل سيلكت نحط على اللاير 5 هو الشكل الدائري هذا لاير نفس الشيء اللاير هذا نخلي 20 البرواز ماله حجمه 20 مثل هذه الاعدادات نقول له اوكي. الحين راح نشيل الخطوط اللي بالنص هذه. شلون الطريقه؟ نضغط هنا على لاير 5 هو الدائري نقول له سيلكت بيكسلز اعطانا سيلكت. نضغط على لاير رقم 6 ونروح على ايديت نقول له نعطي امر كات خلاص فض الدائره اللي بالنص. هذه الخطوه اللي قبل الاخيره. الحين راح نشيل المسطره كلير. هذا الشكل عندنا النهائي مال البرواز اللي حبينا نسويه. راح نضيف له الحين الصور ونشوف شكلها مع الصور. ترى الصور نحدد الموقع اللي بنحط فيه الصوره. مثلا نضغط على لاير 5 هو الدائري اللي بالنص. راح احط الصوره بالنص اول صوره. اختار الصوره هذه شيفت وانزلها من الجهه هذه. كبرها مرة ثانية شوية اضغط على علامة صح هنا عشان اخليها تكون داخل الدائرة بالضبط. اضغط Alt مع شوف شلون صار عندنا سهم ويا مربع دخلت الصورة داخل اللاير مثل ما احنا شايفينها هني. ان كان بعدين نحركها نوديها يمين نوديها شمال نبي الكمان شكلها تبين. هذه الصورة رقم واحد. الحين نضغط على لاير صورة نبيها هني تكون. نحط الصورة هذه بالزاوية هذه. لا ننسى نضغط شيفت ونزقر الصورة. ونجيبها بنفس الموقع هذا اللي بنحط فيه الصورة. نعطي امر اوكي هني. وندخل الصورة هني Alt صورة دخلت مكانها اللي محدد لها. الحين نختار لاير 2 اللي هو هذا نفس الشيء راح نحط فيه مثلا الصورة هذه. ندخل الصورة كذا راح يكون اوكي. نفس الشيء Alt الحين نختار هذا المكان راح نحط فيه الصورة هذه. دنيها شوي مني بعد شوية بالشكل هذا. اوكي دخل الصوره داخل الفريم. باقي لنا المربع الاخير هذا المكان الاخير. دخلها داخل الفريم Alt
بهذا الشكل انتهينا من عمل الفريم ووضع الصور داخل الفريم مثل ما احنا شايفين. الحين امكانك تحفظه على صيغة جبك، وان شاء الله يكون الشرح كافي ووافي. وحياكم الله، واذا عجبكم الشرح لا تحرمونا من اللايك والاشتراك بالقناة، ان شاء الله يصلكم كل شيء جديد. وحياكم الله، اهلا وسهلا فيكم.